أهلا بكم متابعي قناة الملوك. كيف نعرف أن الطائر البادي مريض أو مصاب بالزكام؟ طبعا مع دخول البرد هذه الأيام يجب الحذر والانتباه للطيور من البرد، لأن البرد يدخل فجأة، وخاصة الكثير من مربي الطيور يضع الطيور في البلكونة وتكون البلكونة مفتوحة، ومع دخول البرد فجأة تصاب الطيور بالزكام. فخلال هذه الفترة تكون الطيور تعبانة جدا، ولا يلاحظ المربي أن الطير تعبان إلا بعد فترة. فضروري جدا الانتباه خلال هذه الفترة. واليوم سوف نعرض لكم هذا الطائر. هذا الطائر طبعا مصاب بالزكام. سوف نعرض لكم الأعراض التي نعرف من خلالها أن هذا الطائر مصاب بالزكام. لاحظوا الإفرازات عند فتحة الأنف، توجد الكثير من الإفرازات. طبعا هذه الإفرازات خطيرة جدا، إذا لم يتم تنظيفها وإذا لم يتم علاج الطير من الزكام فإنها خطيرة جدا، لأن الإفرازات تسبب في انسداد فتحات الأنف، فتلاحظ أن الطير لا يستطيع أن يتنفس، وتلاحظ أيضا أن الطير يتنفس من الفم، وهذا خطير جدا، لأن التنفس من الفم وخاصة في أيام البرد يسبب التهابات في الحلق. فإذا تسببت التهابات في حلق الطائر فهذا خطير جدا على صحة الطير، فيجب الحذر من هذه الأعراض. الآن سوف نقوم بتنظيف، ضروري جدا أن نقوم بتنظيف هذه الإفرازات. لاحظوا بعود، هذه عود تنظيف الأذن، نقوم بتنظيف المكان. إزالة الإفرازات الموجودة، وخاصة الإفرازات اللي الناشفة، اللي تكون ناشفة أو يابسة نبعدها، وأيضا ننظف مكان فتحة الأنف. طبعا بعد إزالة الإفرازات ضروري جدا أن نعزل الطير في مكان لوحده، نعزله في قفص لوحده حتى لا يسبب العدوى لباقي الطيور. ومن العلاج ممكن أن نضع، إذا كان الطائر في بداية مرحلة الزكام، ممكن أن نضع قطرات من الليمون مع الماء وقطع البرتقال، لأن الليمون والبرتقال يحتوي على فيتامين سي، والفيتامين سي مهم جدا ومفيد في حالات الزكام. أما إذا كان الطائر حالته يعني مستعصية وقوية، فضروري جدا أن نضع المضاد الحيوي، مضاد حيوي خاص بالتهابات أو الزكام أو التهابات الحلق أو الجيوب الأنفية. طبعا هذا المضاد يوجد في الصيدلية البيطرية، يعني اسأل صاحب الصيدلية عن هذا المرض، مثلا الزكام، يعطيك مضاد. المضاد تضيفه للطيور، طبعا مهم جدا، مهم جدا أن نضيف المضاد إذا كانت الحالة يعني متأخرة. أما إذا كانت الحالة في البداية، فقط نضع
قطرات الليمون في الماء وقطع البرتقال، والمهم جدا أن نعزل الطير في مكان دافئ فقط. هذا ونتمنى لكم الفائدة، وإلى اللقاء.